شكرا للتقرير. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية ومستمرين في فقرتنا في نهارك سعيد. وفقرتنا دلوقتي بمناسبه عيد الام، كل سنه وكل ام مصريه طيبه يا رب، وتبقى سنه جديده سعيده عليها. وطبعا تعزينا الام الشهيد لانها قدمت اغلى حاجه لبلدنا وهي دم ابنها الشهيد. فقرتنا دلوقتي عن الام المثاليه. وامبارح او في الاسبوع اللي فات بمعنى اصح، اعلنت وزاره التامينات والشؤون الاجتماعيه اسماء الامهات المثاليات والاباء المثاليين لسنه 2012. وبيشرفنا النهارده يكون معانا ام الصحفيين الكاتبه اليس الملاخ، نائب رئيس تحرير الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اهلا. وكمان هيكون معانا الام المثاليه من القاهره استاذه امال لطفي، رئيس قسم اللغه الانجليزيه بمدرسه انصاف سري الثانويه. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. صباح النور. الف الف مبروك لحضراتكم ولكل الامهات المثاليات في 2012. ونبتدي باستاذه اليس، نقول ازاي تم اختيار حضرتك كام للصحفيين؟ الحقيقة أنا ما كانش عندي فكرة، أنا ما تقدمتش بترشيح ولا حاجة، لكن فوجئت أن نقابة الصحفيين هي اللي رشحتني، وكان يعني لفتة ظريفة منهم. تمام. طيب، لحظة تكريم حضرتك بالاحتفالية بالتأكيد في مواقف كثيرة افتكرتيها كانت علامات في حياتك وشايفة أن هي سبب وراء منحك اللقب، حضرتك شايفة إيه أهم ملامح اللحظات دي؟ يعني هي طبعا كانت شريط كبير طويل قوي لتذكرته ساعة لحظة التكريم، لأن أنا عملت في الصحافة لمدة 40 سنة، فدي طبعا كانت كل لحظة كانت فيها كانت بتديني فكرة على المجهود اللي كنت بعمله طول السنوات اللي فاتت دي. فيعني سافرت كتير، قابلت ناس كتير، عملت لقاءات كتير، فدي طبعا ثمرت مجهود السنين اللي فاتت دي كلها. الف 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 مبروك. شكرا. طيب، لو اتنقلنا للاستاذة امال، حضرتك ازاي قدمتي المسابقة؟ وهل دي اول مرة السنة دي؟ هو انا اللي قدمت المسابقة، بناتي هم اللي قدموها، وبعد كده فوجئت بالوزارة بيكلموني وبلغوني ان انا الاولى على القاهرة والثالثة على الجمهورية. اللي قدم الطلب وكده بناتي يعني. طب تقدري حضرتك يعني تكلمينا عن قصه كفاحك اللي انت كتبتيها وبعتيها للمسابقه؟ هو ولو ممكن الكاميرا تجيب معانا شهاده التقدير مخرجنا. هو انا يعني جوزي، اولا انا طبعا مدرسه ثانوي، في جوزي كان طبيب بشري وتوفى من 23 سنة، ترك لي 3 أطفال، الصغيرة كان عندها سنة، والبنت والولد اللي بعد كده كانوا في الابتدائي، توفى. وبعد كده طبعا تربوا وكبروا وعلمتهم، الابن الكبير اتخرج من كلية سياحة وفنادق امتياز مع مرتبة الشرف، البنت اللي بعده اتخرجت من كلية صيدلة دكتورة صيدلانية، البنت الصغيرة اللي كان عمرها سنة اتخرجت من كلية تجارة جامعة عين شمس برضو. وفي الحياة العملية دلوقتي يعني جه بعد فترة ابني تعب شوية، تعب وعمل كذا عملية وتحسن يعني وبقى كويس، وبعدين تزوج وأنجب طفل. جه تعب تاني جامد بعديها، تعب شديد جدا، وسافرت بيه ألمانيا وخد رحلة علاج صعبة جدا بقى، استمرت سنين يعني حوالي ثلاث سنين، بس كانت حاله سيئه جدا يعني. وطبعا سافرت معاه وجيت معاه وكنت بتابعه علاج، وبرغم ان انا ما زلت مستمره في عملي لحد دلوقتي يعني، ما كنتش باخد اجازات ولا كده، بس هو توفى يعني بعد كده. ومعايا بقى ابنه حفيدي اللي هو يوسف، دلوقتي في كي جي 2، وبرضه انا اللي دخلته مدرسه كويسه وبذاكر له وبتابعه في التعليم وبعلمه، بقى ام جديده ليه برضه يعني. طبعا هو مامته موجوده وكل حاجه، بس انا اللي مراعياه من الناحيه العلميه والدراسه والمدارس، والحياه مستمره. الف الف مبروك. استاذه اليس، حضرتك خلال رحلتك الصحفيه كنت مهتمه بقضايا التعليم، وطبعا أستاذة أمال كمان لأنها لها خبرة طويلة في التعليم، فرأي حضراتكم إيه الأساسيات لتطوير التعليم في مصر اللي إحنا محتاجينها؟ أولا لازم الطفل يبتدي التعليم من البيت
اساسا لما يكون عنده الاهل لازم يمدوه بكتب، يطلع يلاقي الكتاب في البيت عشان يعرف ان التعليم ليه اهميته. وبعدين ثقافة الأسرة مهمة جدا، يعني بتبقى امتداد للأهل. الطفل لما بيتعلم من صغره بيبقى عنده خبرة من الكبار، وطبعا لازم التعليم بقى يتغير شامل تغيير كبير قوي، لأنه احنا عندنا دلوقتي فجوة كبيرة. سنة يقولوا فيه 5 ابتدائي، وسنة يقولوا ما فيش 6 ابتدائي، وسنة يقولوا سنة هنعمل ثانوية عامة على مرحلتين ومرة على مرحلة واحدة. فالتخبط ده بيلخبط الأطفال والأهل كمان، فبيحصل فجوة كبيرة في التعليم. أستاذة مال، حضرتك رأيك إيه؟ والله أنا شايفة يعني برضو الأسرة في البداية خالص عليها دور كبير، وبعدين هو بيرجع بعد كده لما بيجوا المدرسة المفروض بقى برضو نرجع روح بقى ايه، هيبة المدرسة وحبهم للمدرسة من الأنشطة. هو طبعا مع تغير التكنولوجيا بقى والنت والفيسبوك والكمبيوتر، الأفكار بتاعت الطلبة اتغيرت عن فترة من الزمن. يعني المفروض الحاجات دي ننميها ونحاول بقى ندخلها في كل حاجة للطلبة، بحيث نجذبهم للمدارس تاني، لأن طبعا برضو ما بقاش المدارس ملتزمة، يعني الطلبة ما بقاش ملتزمة زي زمان. بمعنى ان احنا ما عندنا، يعني هو احنا ما عندناش اي قيود على الطلبة، يعني احنا مثلا ممنوع نزعق لبنت، ممنوع اي عقاب من اي نوع. بس عايز اقول لحضرتك يعني الطلبه يعني الايام دي صوتهم، لا يعني صوتهم عالي. يعني النهارده انا يعني انا سمعت عن خبر انه النهارده في تظاهره من طلاب المدارس عاملينها علشان يقولوا ان هم من حقهم يبدوا ارائهم السياسيه، ومعترضين على قرار وزير التعليم بتحويل اي حد فيهم للتحقيق لو يعني يشارك في مظاهرات او حاجات كده. فبالعكس الطلبه يعني صوتهم عالي وابتدوا ياخدوا حقوقهم. ايوه صوتهم بقى عالي وبيطالبوا بحقوقهم. ما هو برضه الثقافه اتغيرت عن فتره من الزمن دلوقتي، عن من كام سنه فاتت يعني. وانا عشان كده انا مبسوط ان حضرتك قلتي انه الانترنت والفيسبوك، ويمكن ده عايز اسال استاذه اليس، حضرتك شايفه ازاي تطور التكنولوجي والسماوات المفتوحه، وانه ما بقاش في حد يقدر يمنع حد من ان هو يعمل حاجه؟ اللي عايز يتفرج على حاجه بيتفرج، اللي عايز يقول رايه بيقول، اللي عايز يفتح الانترنت يفتح اي حاجه، ما بقاش حد يقدر يمنع. حتى الدول اللي فيها نوع من المنع بقى في طرق تكنولوجيه برضو للتحايل على المنع، وانواع من البروكسي وانواع من التكنولوجيات الحديثه اللي بتسمح لهم بتخطي المنع. فحضرتك شايفه ده ازاي ممكن نتعامل معاه، خصوصا انه الفيسبوك يمكن كان مشارك رئيسي في ثوره 25 يناير. طبعا الحاجات ده هي تطورت تطور كبير بعد 25 يناير اكتر كمان، وكل يوم بيبقى فيه جديد في التكنولوجيا دي. وبعدين ما نسيبش الطريق مفتوح للاطفال. يعني الاحفاد اللي عندي حفيده عمرها 5 سنين بتقعد بالساعات قصاد النت والكمبيوتر والحاجات دي، فهي دي طبعا بتفتح لهم الطريق قصاد يدخلوا في مناطق خطره مش بتاعت سنهم. فيا ريت ان احنا نوعيهم قبل ما يقعدوا قصاد النت والتلفزيون بس حضرتك بتقولي 5 سنين، طب هنوعيها ازاي وهي عندها 5 سنين؟ لا برضو لازم الاهل يبقى عليهم برضو توعيه، يعني فهموهم ان دي غلط. ما هو لو ما كانش بيقول لك ان الصغيرين لازم يتعلموا اي حاجه من وهم في السن دي، لان لو كبرت على هذا الاساس هتلاقي نفسها مش تايهه في وسط التكنولوجيا الكبيره دي كلها. طب هل نتبع المنع ولا نتبع الـ 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 التفاهم لا هو طبعا التفاهم، لان ممنوع مرغوب. يعني التفاهم هو دي مهم قوي، يعني مش منع من غير ما تفهم الطفل بغلط، لازم تفهمه ان ده غلط، وبعدين بالتدريج مع سنوات عمره لما يكبر هيفهم ان ده الاساليب دي مش مظبوطه. وبعدين كمان مش بس ان من ناحيه المعلومه اللي بيتلقاها الطفل، كمان من ناحيه الصحه، لان عينين الطفل لما بيبتدي من بدري بتبقى يحصل فيها جفاف، وبتبقى يعني الدكاتره كتير بتحذر من الاستخدام السيء للحاجات دهية التكنولوجيا الجديدة دي.
طب استاذه مي، حضرتك شايف ان احنا هنقدر فعلا نسيطر على ده وان احنا نوجه في الاتجاه الصحيح؟ لا، دي بتوعيه توعيه عشان مش نقدر نمنعهم. ما انا عندي حفيدي برضو يوسف بيشتغل على الكمبيوتر وعلى النت وكل حاجه، يعني خلاص هم عندهم، بس احنا نوعيهم بقى، يعني نوعيهم، ممكن نتناقش معاهم من الصغر، يطلعوا متحضرين بقى في الوعي والتكنولوجي جامد بقى، ما نسيبهمش خالص كده. يعني برضه ممكن يبقى في اراء متبادله مهما كان ان الطفل صغير او كبير، يعني لان احنا ما نقدرش نمنع التكنولوجيا منهم خالص دلوقتي. طيب استاذه مي، بما ان حضرتك مدرسه واحنا يعني في وسط وقت فيه اعتصامات واضرابات، ويمكن حتى سواقين النقل العام عاملين اضرابه، هو ادي رابع يوم وربنا يستر البلد فيها، يعني مشكله جامده في المرور. بالنسبه للمدرسين بقى، المدرسين اوضاعهم عامله ايه ولاي مدى تحسنت اوضاعهم على ارض الواقع؟ هو يعني حسنوا الاوضاع بس مش بالصوره اللائقه بجد، يعني احنا برضو ظروف المعلمين. طب ما توضح لنا اكتر يا فندم، يعني احنا على الهوا بس انه نطرح ايه اللي حصل من التحسين بشكل يعني واضح، يعني ونعرفين يعني عايزين يقولوا مثلا إيه، هنزود 50%، هنزود 20%، هنزود 100%، 200%، وبعد كده يبتدي يخصموهم تاني منهم، يعني الحاجه تتخصم منها فيها. يعني مثلا الدخول هتزيد، بتتخصم بقى منها اجزاء كبيره جدا، وكله برده مش اساسي، يعني بحيث المرتب الاساسي ما بيزيدش خالص. يعني انا كل اللي بيطلع على المعاش مرتبه بينقص النص، ده واقع الحياه. يعني انت مثلا ساي بتاخد اي مبلغ تيجي تطلع معاش، عندنا كمدرسين بعد خبره سنين طويله تلاقي نص المرتب بالظبط اللي بياخده، كل ده اتشال، كلها حاجات برضو المفروض يحسنوا من دخل المدرسين علشان برضو ياخدوا وضعهم اللائق. يعني وعلى فكره ده من مطالب الطلاب النهارده اللي خارجين، ان هم بيطالبوا برفع اجور المدرسين علشان ما يدوش دروس خصوصيه. ما هو بالظبط كده، ما انت هتجيب مثلا دلوقتي الشباب، المدرسين الشباب والجيل الصغير شويه عننا، ما هو برضو حقيقه الحياه صعبه، فلما هو دخله محدود ما هو يصرف يفتح بيت ويصرف على بيت ازاي؟ بيضطر برضه مجبر ان هو يدي دروس. لكن لو هو المرتبات لائقه زي اي دوله بره، هيبقى خلاص هو مش محتاج ان هو يدي دروس ويلف على طلبه وتبقى الحياه الشقه اللي بعد المدرسه، ما هو هيبقى خلاص مش محتاج لده كله. لكن ده ما بيحصلش، الدخول متواضعه في دخول المدرسين على فكره. يعني طيب استاذه أليس، بما ان حضرتك ام الصحفيين، ايوه، ومشكله المدرسين ومشاكل النقل العام والكثير من مشاكلنا في المجتمع بتصب في صوره عامه بعد ثوره 25 يناير. ايوه، وادي عدى اهو من 25 يناير 2011 لغايه دلوقتي حاجه بتاعت 14 شهر. حضرتك شايفه الصوره بعد 14 شهر عامله ازاي، ومحتاجين ايه عشان نخرج من عنق الزجاجه اللي احنا فيه؟ يعني انا شايفه ان العمليه ما اتحسنتش كتير، فاكيد لازم يبقى في مجموعه من اللقاءات مع المسؤولين علشان يوصلوا لنتيجه كويسه، لان كده مش هيوصل ابدا، مش هنجيب نتيجه اذا كان طريقنا واقف كده، مش هنقدر نمشي في الطريق السليم. طيب هي المشكله عند مين يا فندم؟ مسؤولين، يعني مسؤولين عن التعليم، ممكن يعني نجيب الوزراء السابقين، الوزراء الحاليين، يعني تبقى في مجلس شعبي يناقش المشكلة دي، ما تبقاش نسيبها كده. ده يعني بالنسبة للتعليم، لكن بشكل عام احنا محتاجين ايه؟ يعني اعتقد ان ده جزء لا يتجزأ من الصورة العامة للبلد. بالظبط، ما احنا لازم كل حاجة ندرسها قبل ما نطلع قوانين، لازم ندرسها وعلى مستوى الشعبي كمان. نتمنى. طيب ختاما لكلامنا استاذه أليس، تقولي ايه حضرتك لابنائك من الصحفيين؟ اقول لهم ان لازم ما تستعجلوش على النجاح بسرعه، لانه هو ما فيش حد بيوصل بنطه واحده يلاقي نفسه صحفي، لازم دي بتاخد خطوات، والمهم قوي انك تبقى حابب المهنه اللي انت بتشتغل فيها عشان تقدر تنجح. أستاذة أمال، الأم المثالية 2012، كلمة ختامية. هو احنا يعني نتمنى الأمن في البلد، الأمان، الحياة تستقر،
الاضطرابات الشديده دي اللي موقفه البلد قوي برضو، يبقى في نوع من الوعي وامن والامان، يرجع الحب والود في المجتمع وفي الاسره وفي العمل وفي كل حته، بس نعدي عنق الزجاجه ده اللي احنا عايشين فيه اليومين دول. يعني المفروض يرجع بقى الامن والامان، ده اهم حاجه. بس ومن تبتدي الناس تبقى في نوع من الامان، تهدى شويه، فيبقى يعني تقدر تتحرك وكده. نتمنى يا استاذ امال في نهايه لقائنا الكاتبه الصحفيه اليسا الملاخ الام الصحفيين 2012، بنشكرك نورتينا يا فندم، والف الف مبروك. الف شكر ليك. واستاذ امال لطفي رئيس قسم اللغه الانجليزيه مدرسه انصاف سري الثانويه الام المثاليه لسنه 2012 من القاهره، الف مبروك وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب صحتك. شكرا. ميرسي ليك خالص. شكرا. وكل سنه وكل ام مصريه طيبه يا رب. دي كانت نهاية فقرتنا، بنفكركم انه اللي عايز يشوف اي فقرة او فاتته فقرة ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم 3 باللغة الانجليزية، او ممكن تتواصلوا معنا على تويتر او على فيسبوك نهارك سعيد. فقرتنا مستمرة في نهارك سعيد بعد الفاصل، وهيكون معنا استاذ صلاح عيسى الكاتب الصحفي الكبير، هنتناقش معاه في اخر تطورات الاوضاع. تابعونا بعد الفاصل.